ضغوط على المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة ديالى بسبب تزايد أعداد مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى رعاية دائمة وأجهزة غسيل كلى تتوافر في بعض المراكز مثل مركز ابن سينا. يعتبر مركز ابن سينا للغسل الكلوي في مستشفى بعقوبة التعليم من المراكز المهمة والتي تقوم بعمليات الغسل الكلوي للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي. المراجعين الذين مسجلين رسميا لدى المركز بحدود 350 مراجع يراجعون لفترات غسل ثلاث وجبات غسل يوميا على مدى الأسبوع. ويحتاج مرضى الكلى إلى متابعة مستمرة وخصوصا في مراحل المرض المبكرة حتى لا تتطور حالاتهم وتصل لمرحلة الخطر، كما هو واقع عند كثير من المصابين به في العراق بسبب عدم كفاية الرعاية الصحية. المريض يحتاج لدعم مادي من حيث الاكتشاف المبكر للمرض والمتابعة مع أطباء الكلى لمنع الوصول للمرحلة النهائية، يعني لو وصل مثل المرحلة الثالثة ممكن واحد يأخر وصول للمرحلة النهائية ويقل. أسباب زيادة المرضى اللي تشوفونه بالمركز هو العمر الطويل للمريض في الغسل، يعني معدل المرضى ممكن يوصل عمر المريض بالغسل يوصل من 5 إلى 10 سنين. وأمام تزايد حالات مرضى الفشل الكلوي يقف الكثير من المرضى عاجزين عن تحصيل الأدوية اللازمة بسبب تكلفتها الباهظة جدا وعدم وجود مساعدات حكومية. والله معاناتنا، هذا ولد شهداء ثلاثتهم وهاي حالته اللي تشوفها، راتب 500 ألف، مدري نطيل الطبيب مدري عايش هذول الجهال بيه، ونازحين بيتنا وقع على القاع، ما ادري من ورا ولده ما ادري من ورا البيت صارت بينا هاي المصيبه، لا تعويض لا شيء لحد هاي الساعه. وهلا شوف انا ودي واجيب هسه الوليد وياي باكر بدت المدارس شلون؟ معاناتكم هنا، معاناتنا هنا تعبانين، حال حالتنا تعبانه. يؤكد ناشطون ومرضى ان تردي القطاع الطبي عموما وافتقاره الى الاجهزه الحديثه حول مرض الفشل الكلوي إلى حالة عامة تقف أمامها المراكز الصحية في ديالى عاجزة عن فعل شيء بسبب افتقارها للأجهزة الطبية الحديثة وعدم كفاية أسرتها.